يقترب شهر رمضان المبارك وتزداد معاناة الناس هنا مع الحصار المفروض وإغلاق جميع منافذ المدينة من قبل الميليشيات الإنقلابية التي تمنع حتى دخول المواد الغذائية ليصبح الوضع الإنساني أكثر تعقيداً. لا زالت تعيش تحت الحصار والناس تزداد معاناتهم يوم بعد يوم، ونحن نقول مع قدوم شهر رمضان الكريم ربما تزداد المعاناة الناس أكثر. عبر هذه الطرق الوعرة يسعى ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز من أجل تخفيف المعاناة، هذه المرة بتدشين 100,000 سلة غذائية و200 طن من التمور سيتم توزيعها على المديريات المحاصرة. مع حلول وقرب شهر رمضان المبارك بحمد الله عز وجل استطعنا بإتلاف الإغاثة الإنسانية أن ندخل هذه المواد الإغاثية عبر الوسائل النقل البدائية وعبر الطرق الوعرة عن طريق صبر طالوق. ندخل هذه المواد بمشقة وبتكاليف عالية، لكن ما يهمنا هو إغاثة المضررين من أبناء المدينة لكي نستطيع أن نخدم أبناء وطننا الحبيب. نشكر مركز الملك سلمان لإغاثة الأعمال الإنسانية ونشكر كل من قدم الدعم لأبناء محافظة تعز. حفل تدشين توزيع المعونات الإغاثية في المرحلة الثانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة بعد 5 أشهر من توزيع الدفعة الأولى. عبر الطرق الوعرة وصلت هذه المعونات الإغاثية إلى محافظة تعز بسبب الحصار المفروض من قبل الميليشيات الإنقلابية، ويبقى السؤال الأبرز هنا، هل ستكفي هذه المعونات لسد احتياجات الناس في ظل الوضع الصعب الذي يعيشونه خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.